زلزلة زلزلة الليل المدين آية مسموم آية مس آية مسموم آية مس حسرة يا شيعة علينا مرت سنين والإمام العسكري ما شافت العين حسرة يا شيعة علينا مرت سنين والإمام العسكري ما شافت العين وحشة سامر بدؤي ابن الميامي حسرة ما نلقى الإمام ويا المحبي واذكر دموع الخشوع عيبنا فلاته محلة تسبيح بقنوته وتلبياته لو سجد نسمع حديثه وهمساته مو عجيبة واحنا يا وصف ما نقدر نضمه والله مو ما أسجون جنة احنا مسجونين عنه احنا مسجونين حسرة يا شيعة علينا مرت سنين والإمام العسكري ما شافت العين وحشة سامر بدؤم ابن النبي حسرة ما نلقى الإمام ويا المحبين أذكر الهيبة إذا قام الصلاة وأذكر دموع الخشوع عيبنا فلاتة محلة تسبيح بقنوته وتلبياته لو سجد نسمع حديثه وهمساته مو عجيبة واحنا يما وصفة ما نقدر نضمه والله مو مسجون جنة احنا مسجونين عنا احنا مسجونين وين امامي ليش ما نقصد الى الوالي يا شيعة وين امامي بعد جنة صرنا من ضيعة لضيعة وين إمامي مو أبونا واجب علينا نطيعة وين إمامي شلون نترك عزنا للدنيا ونبيعة
شيعة محمد يا موالي قوموا نتوجه لعند ابن الميامي الإمام العسكري ناشدنا للحين وين شيعتنا المحبين الغيوري هنقوم ويا شيعة محمد يا موالي قوموا نتوجه لعند ابن الميامي الإمام العسكري ناشدنا للحين وين شيعتنا المحبين الغيورين يا كل المصايب ترى الحج غايب نعرفها أو نعرفها هو لا عين تنادب إذا لجله فقصدنا ودمعنا لفقد درفنا هي بد ما يخيب دمعنا وأكيد إنه يعرف وضعنا هذا خادم جد داود ما تقيده كف القيود بس دايه اصدق عزمنا يكسر الأقياد ويعود لو ما نسينا فجلة دعينا ارجع إلينا لازم يا شيعة دعوة مجابة اترك غيابة ارجع إلينا عز الشريعة يرجع إلينا عز الشريعة بعد الأماني والمدى هامع والصغار نحمل على هجته في الحمامي للقمر ضاع الرجاء وكل قلب ليه انكسر عنا رحل يا شيعة راح المنتظر طول العتاب شي ينفع بحكم الردد هذا الإمام مو فارق بيد العدة صوت الندم بعد اللي صار شي بعيد روح الولي الساعة على الله صاعدة روح الولي الساعة على الله صاعدة أجرك على الله يا حجة الله هذا عزانا بالهم والنوح وأول عزية لم الرزية يم الأيمة تنعاش الروح يم الأيمة تنعاش الروح أجرك على الله يا حجة الله أجرك على الله يا حجة الله هذا عزانا بالهم والنوح وأول عزية لم الرزية يم الأيمة تنعاش الروح يم الأيمة تنعاش